السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا شفنا الفكرة اللي قدامنا دي، وناس كتير جدا اتواصلت معايا على المستوى الشخصي عايزين نجرب الفكرة ونعملها. انا طبعا جبت المحرك بتاع الغسالة الهاف اوتوماتيك، وهنبدأ دلوقتي نفك المحرك نهائيا ونطلع الموبينة اللي بالداخل ونبدأ نجرب مع بعض واحدة واحدة. ياريت نشاهد الفيديو للنهاية لأن الموضوع مهم للغاية. أنا كده هبدأ أشيل البرشام اللي موجود ده، دي بقى زي المسامير كده، ولكن ده بيبقى برشام ثابت، هتلاقيه ثابت عندك في المحرك، ولكن مجرد ما بندق عليه كده سريعا بينزل معانا وبنقدر نفكه ونبدأ نوصل ونجرب مع بعض سريعا. تمام، كده خلاص فكينا الجزء نهائيا. هنبدأ نخبط عليه كده خبطة وهيفتح معانا زي ما احنا شايفين. كده زي ما انتوا شايفين ده الملف وهنبدأ نجيب طبعا اي حاجة زي كده او ماسورة زي كده، لكن انا بفضل ان نجيب دي علشان مقفولة من تحت علشان نعمل بها ايه التجربة وتنجح معانا بإذن الله. ولكن احنا هنفتحها من هنا، هنقدر نفتحها بالمنشار او بأي حاجة بحيث نقدر نفتح وتبقى مجرد ماسورة لما نعمل بيها الاختبار ونشوف هل الفكرة دي هتنجح معانا ام لا. سريعا هنيجي هنا بالمنشار ونبدأ نفتح دي في ثواني. كده قطعناها بالشكل ده كده اصبحت عندي دي بالظبط كأنها ماسورة ولكن مقفولة من تحت علشان تساعدنا في عملية الاختبار بدون أي مشاكل. يعني هنبدأ نثبتها كده ونبدأ نحط بقى فيها مية ونجرب نشوف إيه اللي هيتم بالظبط. ونوصل على الكهرباء الـ 220، هناخد الطرف الأزرق مع الطرف الأصفر. سريعًا نحط بقى مية هنا ونجرب. هنبدأ بقى نملاها كده بالمياه لحد الآخر ونشوف الاختبار هينجح معانا ام لا. كده تمام، نبدا نوصل ونشوف كده ايه اللي هيتم. طبعا كده هنبدا نجرب، نحط حاجه كده بسم الله، وطبعا وصلنا الاطراف زي ما بيوصلوها بالظبط، طرفين مع بعض اللي هو الطرف الازرق والطرف الاصفر والاحمر او الرمادي ده لوحده. وهنبدا نوصل في الكهرباء ال 220 ونشوف هل هي خدعة أم لا. أنا بس حبيت أرد على أخواتنا المشاهدين والمتابعين لأنه كله طبعا صمم إن احنا نعمل الفكرة أو نجربها أو نشوفها حقيقة ولا لا. أنا بقول يا جماعة مش كل حاجة تبقى موجودة على اليوتيوب أو موجودة على الإنترنت نصدقها. هوصل كده في الكهرباء وأقول بسم الله ونبدأ نجرب. خلينا نتحكم بالزر، آدي بسم الله، نركز كويس نشوف ايه اللي هيتم. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ نشغل زي ما انتم شايفين الملف بيزن ومفيش اي حاجة ولا شيء جديد خالص، بل لو سبته الملف ده هيتحرق. انا لو سبت شغال الملف هيتحرق. فيها حد هيقول لي طيب بعد اذنك ما تطلع دي كده وتبدأ تقلب الملف ونجرب، ربما يكون بيسحب لتحت، ولكن انا بقول لحضرتك دي مجرد خدعة فقط لا غير. وأي حد بيقدم محتوى على اليوتيوب لازم يتكلم ويشرح هو بيعمل إيه، ما يجيبش بس كده فيديو مجرد صور بس علشان يعمل شو أو الناس تشاهده فقط لا غير. صدقوني يا جماعة الحاجات دي بتبقى ظلم، وربنا يسترها علينا وعليكم وعلى كل واحد يعني بيقدم محتوى، لازم يراعي ربنا سبحانه وتعالى. هنجرب برضو على الاتجاه التاني نشوف هل في تغيير أم لا. هنقول بسم الله، مفيش أي حاجة، مفيش أي حاجة خالص. طبعا كلنا شفنا المحتوى، كان طبعا محتوى أجنبي، وشفناها بتسحب ضغط مياه ما شاء الله حاجة قوية للغاية، ولكن أنا شخصيا يعني غير مقتنع بالفكرة لأن ده ملف طبعا ودايرة مقفولة، وبالتالي طالما مفيش هنا في ملف تقويم، طالما مفيش تقويم والمكثف طبعا متشال وطبعا المحرك مش شغال، فبالتالي لو استمر 5 دقايق بالظبط الملفات دي كلها هتحترق.
ولكن اخواتنا المشاهدين والمتابعين طبعا لهم مني خالص الاحترام والتقدير، اللي بيتواصل معايا على الخاص بيبعت لي يقول لي جرب لنا حقيقه الفكره، فطبيعي ان انا لما اقول له ده خدعه فانا لازم اجرب له شخصيا علشان يبقى على الطبيعه ويبقى عنده اقتناع انه ما يضيعش فلوسه في الهوا او يحاول يجرب محتوى مضلل او مخادع، فبالتالي هنضيع وقتنا على الفاضي وهنخسر حاجات كتير على الفاضي. فانا شخصيا فضلت ان انا اخسر حاجه زي كده في سبيل نوضح الحقيقه لاخواتنا، واكيد ربنا طبعا هيجازينا خير. ولو في حد من اخواتنا طبعا جرب التجربه ونجحت معاه يكتب لنا في التعليقات، حد جرب التجربه وفشلت معاه يكتب لنا في التعليقات علشان يدوم ما بيننا التواصل والتفاعل عشان نقدر نستمر بفضل الله. انا قلت لحضراتكم الحقيقه زي ما انتم شفتوا، فبالتالي انا بنصح كل اخواتنا بلاش تجربوا وبلاش تخسروا، لان الحاجات اللي هي مضلله، لان انا شخصيا طالما ان شفت واحد بيقدم محتوى مهم للغايه زي كده وما بيتكلمش، اعرف يعني ممكن يبقى 70% انه يكون مضلل، ولكن في ناس تانية ما بتتكلمش فعلا وبيبقى المحتوى بتاعهم سليم وحاجتهم صحيحة بنسبة 100%، ولكن ده كان مشروع فاشل ومضلل من الدرجة الأولى. أنا بقول لك إنها فاشلة وإن ده محتوى مضلل، فبلاش نشغل نفسنا ونشاهد حاجات مضللة. وأي حد يا جماعة بيقدم محتوى، أنا بقدم له نصيحة لله إنك تراعي ربنا سبحانه وتعالى، إن حضرتك ممكن تموت في أي لحظة ويفضل المحتوى بتاعك يضلل في خلق الله، أو العكس طبعا لو أنت بتقدم حاجة نافعة فصدقني كل الناس هتدعي لك وهتبقى صدقة جارية في حياتك وفي مماتك بإذن الله. أنا في آخر الفيديو بشكر كل إخواتي اللي بتابعوني، الناس اللي بتدعمنا بلايك والناس اللي دايما بتشرفنا بالاشتراك، وأي حد عايز يساعدنا طبعا على المستوى الشخصي في المحتوى بتاعنا هسيب لحضرتك الروابط أسفل الفيديو، هسيب لحضرتك رابط تقدر تنتسب للقناة من خلاله، وكمان تقدر تشرفنا على قناتنا التانية، وكمان هسيب لحضراتكم رابط حسابي الشخصي على الفيسبوك نقدر نتواصل من خلاله، وأنا برد على كل الناس اللي بتوصلني واللي بتتواصل معايا على المستوى الشخصي، وهسيب كمان رابط المجموعة بتاعتنا على الفيس، وهسيب كمان الرابط بتاع الصفحة العامة على الفيسبوك. ياريت اخواتنا يشرفونا طبعا وينورونا في كل الحسابات اللي قلنا عليها، وهسيب لحضراتكم في اسفل الفيديو. وانا بعتذر على الاطالة، وما تنساش في اخر الفيديو تدعمنا باللايك طبعا وتشرفنا بالاشتراك، وتنتظرنا في فيديو جديد ومعلومة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.